الهدف يعني أن يكون محددا. من بين الأمور التي عانينا منها في بداية تديننا، كي غنقول لكم علاش كتبقى تجبدنا بالقضية ديال التدين، ما التدين؟ غنقول لك لأن المنطلق ديال هذه الأمسية كلها هو قول الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة. مادام خديناها من القرآن الكريم يعني احنا راحنا مسلمين، مادام احنا مسلمين فكنتناقشوا داخل الإطار ديال التدين، يعني بغينا نعيشوا الحياة الطيبة بتديننا. وإلا راه كاين وحدين أخرين كيديروا دورات تكوينية على كي ما كيسموش من الحياة الطيبة، كيسميو السعادة، كيف تكون سعيدا إلى آخره، وكيتكلموا على مقومات أخرى اللي هي مقومات مادية صرف. وحنا تكلمنا في الأول على الإنسان إلا عاش غير بالمقومات المادية الصرف، راه اللي عنده أفضل المقومات المادية عبر العالم راه يكثر فيه من الإنتحار. يعني فضينا من هذه النقطة هذه، حنا كنتكلموا على واحد مسلم بغى يعيش حياته مزيانة كمسلم حتى يلقى الله عز وجل. من بين الأمور هي قضية الفوضى. اليامات اللي كنا في دار غفلون كنا عايشين الفوضى. أعفق وقت ما بغيتي، دخل وقت ما بغيتي، خرج وقت ما بغيتي، ما عندكش ضوابط، ما عندكش شي حاجة سميتها صلاة الصبح في واحد الوقت معين خصك تصلى. فين ما كنتي خصك تقلب على شي جامع باش تصلي فيه الظهر. العصر عندك منضبط بوقت. المغرب خلاص اللحمة كيبدا يترعد عليك لما صليتيش في وقته، لأن الوقت بينه وبين العشاء قصير بزاف. ما عندناش شي حاجة سميتها عندك تنعس في الليل بلا ما تصلي العشاء. 24 ساعة ديال الاثنين بحال بحال الثلاث بحال بحال الاربع بحال بحال الخميس بحال بحال الجمعة، لأن ما عندكش عزمة صلاة الجمعة. الفوضى، ما عندكش معالم، ما عندكش شي حاجة سميتها بر الوالدين، وعندك تهز عليه يدك، وعندك تغوت عليه، عندك كذا، ما عندنا حتى حاجة من هادشي. والو، بهيمة الأنعام غدا كتاكل وكتشرب. الفرق بينها هو أنه حنا كنلبسوا الحوايج والأنعام ما تيلبسوش الحوايج، وكندوي وهما ما كيدويوش، وشويه كنعرفوا نقطعوا الشانطي صافي. من غير هادشي ما كاينش، من غير هادشي ما كيكذب عليك الكذاب. فملي دخلنا للتدين دخلناه من داك الباب الاول اللي كنا هضرنا عليه ديال عندك والحرام وكذا، والجوانب اللي كتبين لنا الجماليه في الدين ديالنا. وفي هذا الباب اهيب بكم بقراءه الكتاب ديال المرحوم فريد الانصاري رحمه الله عليه، جماليه الدين. انا كيبان لي هذا من الكتب الاولى اللي خاصها تعطى للشباب اللي يلاه يبغي يدخل طور الاستقامه. يتعطاه القرآن يواظب عليه، تعطاه شي بركة ديال الحديث يواظب عليها باش يعرف النبي عليه الصلاة والسلام اش قال، شوي بركة ديال الفقه غير باش تستقيم بها صلاته وطهارته إلى غير ذلك، وما يترتب عليه من الأحكام. إلا كان تاجر يعرف التجارة ديالو واش حلال حرام، غادي للحج يعرف المسائل المعلومة من الدين في حقه بالضرورة. ثم قضية الجمالية في هذا الدين، هذا دين زين والله العظيم، إلى دين زين. قناة الأنس الفضائية، ويحلو الأنس مع قناة الأنس.